الملف التعليم من الملفات الرئيسية اللي بنحاول نتابعها، باعتبار انه لا في حاضر ولا في مستقبل بدون تعليم جيد. للأسف بنقول الكلام ده والسودان خارج تصنيف جودة التعليم في العالم، تراجعنا إلى درجة كبيرة ومتأخرة جدا في أهم قطاعين، في قطاع الصحة وقطاع التعليم. طيب في قطاع التعليم مع تطورات كورونا قد تتعقد الصورة بشكل أكبر على الأسر وعلى الطلاب في حال تم عملية الإغلاق، اللي هي الغرض منها سلامة الطلاب في الدرجة الأولى. لكن الآن ما في إغلاق، دعنا نمشي على بالواقع، ما في إغلاق لكن في إشكاليات برضو في القطاع التعليمي بدون ما يدخل على الخط ملف كورونا. خلونا نتابع التقرير. معنا الأستاذ غريب الله محمد أحمد، مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية خرطوم. أستاذ غريب الله مساء الخير. مساء النور يا مرحبا. أستاذ غريب الله، لسه في إشكالية فيما يتعلق بالعام الدراسي الآن في مرحلته دي، على الأقل مع الإشكالات السياسية والأمنية لسه لما تجينا كورونا ممكن ندخل في مرحلة جديدة، لكن شنو الإجراءات اللي أنتم واضعينها لاستكمال العام الدراسي في حال ما كان في إجراءات عليا من لجنة الطوارئ بتعليق الدراسة لفترة محدودة؟ في الوضع الآن ده شنو المعالجات للتأخير اللي حصل حتى الآن؟ نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا لك ولمشاهديك الكرام. طبعا العام الدراسي انطلق فعليا في يوم 20/9/2021، وتوقفت الدراسة بعد الأحداث اللي صاحبت الفترة من 25 أكتوبر بفعل بعض الصيانات من جانب بعض الإخوة المعلمين نتيجة الأحداث السياسية العامة في البلد. أقدر أقول إنه من الفترة من 20/9 حتى 31/1 بالفترة المحددة للفترة الأولى، ودينا محددينها ب 96 يوم دراسة. نعم. الآن في إذا استمر العام الدراسي حتى يوم 31/1/2022 الفترة الأولى، في 96 يوم بيكون فقدنا 10 أيام، اللي هي التوقف اللي حصل في شهر 10. ونحن نعمل إنه ما يحصل توقف في طوال هذه الفترة، حتى إنه الفترة الأولى لو استمرت بهذا المنوال وعدينا فيها 3 شهور دي بتكون أكثر كثير جدا من العام الماضي، لأنه كان متوصل الفترة كلها شهرين. نعم. العشر أيام دي تفضل. نعم. تفضل كمل. الفترة الثانية 74 يوم، بتبدأ يوم 8 فبراير وبتنتهي 30/5 بالنسبة للفصول الدنيا لمرحلتي الأساس والثانوي. وشهادة الأساس يوم 22/5 والشهادة الثانوية 21/6. أيضا 74 يوم دي لو مرت بهدوء ما فقدنا فيها كثير، نقدر نقول عام الدراسي عام مثالي، طبعا الطبيعي للعام الدراسي. طيب أستاذ غريب الله، العشر أيام اللي ضاعت في الأحداث الأخيرة وإنهاء اليوم الدراسي 11 بدل واحدة، نعم، ده حيتم تعويضه كيف في ظل الأوضاع دي كلها؟ بالنسبة للمنهج الدراسي من السنة الماضية وهذا العام، طبعا حصل تعديلات في المناهج السنة الماضية. نعم. كان المنهج قبل العام الدراسي 2021 وقبل 2021/2022 كان منهج مترهل وكان كثير جدا، وحتى الأسر كلها اشتكت منه. تم حذف العديد من الدروس، ونفتكر انه فترة المحددة في التقويم بتاعنا كافية لإكمال المقررات في زمن معقول يعني. السنة دي ما حيكون في إجازة نص سنة، لكن معناها لا في إجازة نص السنة، الفترة الأولى من 20/9 لحد 31/1 فيها فترة الإجازة يوم 16/1 اللي هي فيها الامتحانات لحد يوم 31/1، وعندنا أسبوع من يوم 1/2 لحد يوم 7/2. نعم. فترة طراحة للأسر الفترة الأولى. نعم. يعني حيكون في إجازة أسبوعين لو فهمت الكلام صح. لا الامتحانات ما 16/1 حتى 31/1. نعم. الفترة الأولى حيكون في أسبوع إذا من 31 ليوم 8. أي نعم. دي إجازة نص السنة اللي كان بتكون دائما أسبوعين. حنعمل أسبوع واحد إن شاء الله. نعم. ده في حال مشت الأمور على ما يرام. أي نعم. إلغاء الإجازة لتعويض الفاقد ممكن يكون خيار؟ هو أساسا قلت لك إنه الفترة دي لو نحن مرينا في الـ 74 يوم الفترة الثانية وتبقي هذه الفترة دون معوقات ما عندنا إشكال. نحن ما فقدنا وما مؤثر على العام الدراسي، نخشى من فقدان أيام أخرى. نعم. للمخاوفين. شكرا جزيلا أستاذ غريب الله محمد أحمد، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم. نتمنى أنه ربنا يحفظ الأبناء في كل المدارس، وتعدي العام ده
على خير، والخوف الأكثر الآن على الطلاب لأنه انتشار كورونا في جو في موجته الرابعة، حتى الأطفال والشباب هم عرضة وعرضة رئيسيين حتى في موجة كورونا الجديدة. ربنا يحفظ الجميع.